كل محور سنخصص 5 دقائق لإدارة النقاش الداخلي لكل طاولة، ثم يأتي الفريق الثاني لكل طاولة لمن أراد أن يعني يتكلم عن معلومات بادئة في 5 دقائق فلو من مجال هذا، ثم سنقفل إن شاء الله للمحور الثاني. نبدأ الآن بأول محاور ورشة، المحور الأول الاتحاد المسمى والهيكل التنظيمي. هذه منظمة مجتمعية شعبية الهدف منها خدمة مهتمين ومخلصين بمجالين. بهذه الطريقة الاتحاد ممكن يوصل رسالته ويحفظ رؤيته إنه يوصل بشكل أسرع ومور إفكتيف للسوسايتي جنرال. يوجد في شح كبير في المختصين في البرمجة في أغلب صور الكمبيوتر اتش بي سي. تركيز على الشق البحثي من خلال طرح مشاكل معينة وطلب الناس تشتغل عليها. بحول الله لنا لقاء عام قريب إن شاء الله في منطقة قريب. حاول الدكتور لكم معاد مستشار كان حريص أن يجلس معكم، وللأمانة هو متابع معنا الأسماء واحدة واحدة وكان حريص أنه يلتقي معكم، ولله الحمد لله لازم نحن في البلد وسنجتمع في اجتماعات خاصة. الإخوان اللي لديهم اقتراحات يعني أرجو ممثل اللجنة المنظمة أنه يسلم لهم جميع الاقتراحات.